ربما ما عانته ليبيا جراء الهيمنة الإيطالية عليها التي دامت 32 عاما لم تعانيه أي من الدول العربية في التاريخ الحديث. عام 1911 احتلت إيطاليا ليبيا لأطماع توسعية كانت أكثر وحشية من فرنسا وبريطانيا في العالم العربي. ارتكبت جرائم مروعة بحق الليبيين، نكرت بهم وعذبتهم في المعتقلات الصحراوية، فارتقى منهم مئات آلاف الشهداء. دام الاحتلال الإيطالي في ليبيا 32 عاما. أذاق الليبيين ألوان العذاب، قمعه بالإبادة وأرهبه بالحديد والنار لإطفاء جذوة المقاومة وطمس هويته العربية الإسلامية. عند دخول الإيطاليين إلى ليبيا كان عدد سكانه 1.5 مليون نسمة، لكنه تراجع إلى 825,000 عام 1933. مجازر فظيعة ومعتقلات معزولة بأسلاك شائكة وتخريب النسيج الاجتماعي، كل هذا جعل ليبيا حطام دولة. بعد مجازر المنشية وشارع الشط وغيرها من الأحداث الشاهدة على إرهاب الاحتلال الإيطالي، وبعد إعدام زعيم المقاومة شيخ المجاهدين عمر المختار عام 1931، اتجه الاحتلال إلى توطين 500,000 إيطالي وجعل العرب أقلية في البلاد. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي يناير عام 1939 ضمت إيطاليا إقليم طرابلس وبرقة ومنحت ساكنيه جنسيتها بمباركة من بعض الأعيان وشيوخ الصوفية. في أكتوبر عام 1938 وصلت إلى طرابلس 17 باخرة محملة بالمستوطنين، فيما كان الاحتلال يقتل أبناء الشعب الأصلي وينهب ممتلكاتهم ويصادر أراضيهم. ويدفعهم إلى الهرب في الصحاري القاحلة باتجاه البلدان المجاورة بهدف تغيير بنية المجتمع الليبي. لكن سياسات الاحتلال باءت بالفشل، فلم يتجاوز عدد المستوطنين 36,000 بداية الأربعينيات. بذلت إيطاليا جهودا ضخمة للقضاء على اللغة العربية والدين الإسلامي باعتبارهما الرابطة القوية ورمز الهوية الليبية، فأغلقت الكتاتيب والزوايا وبنت الكنائس ودور الترفيه ودعمت حملات التبشير وأقامت مراكز الدعارة وحاولت نشر الإيطالية والديانة المسيحية. لكن خابت وخسرت وأجبرت بعد سنوات قليلة على مغادرة ليبيا. Thank you.